وقنوات الشيعة ما عدا شغل وعمل، تقعد من الصبح دعاء الصباح، دعاء الندبة، دعاء التوسل، الجيش الكبير والعلم كفل الجيش. والعلم ما تقدر تفضل، حتى الله ما يقبل الدين بدون الجايع، ما ينطي دين لأن ما يستوعب، ما يستوعب الجايع، ما يستوعب لا علم ولا دين ولا كل شيء. رسالة أولئك لأصحاب شنو؟ أصحاب الإمكانات والكذا؟ ها؟ هاي ليسوا اللي تمن مرق. تمن مرق للحسين هم شنو؟ هم نحتاج، ما قايلين، بس عمي مو كله تمن مرق. وهذه همتنا المشاريع تحتاج إلى تمويل لو ما تحتاج، والله عشرات المشاريع من هذا القبيل لخدمة من؟ لخدمة الاعتقاد الذي تعتقد، يقول بابا تجيب لك مجموعة قعدهم، قول لهم بابا 10 سنوات وهذه 6 سنوات إلى 8 سنوات مولا. وكم نفر تدري ولا تدري تكلفتها ايش قد؟ يولا في صفحه مولانا، في صفحه 13 شارك في انتاج الموسوعه العربيه العالميه 1000 مؤلف ومترجم ومحرر ومراجع. 1000 يعني شهريا ايش قد رواتبهم؟ مؤسساتهم، اعمالهم، نثرياتهم، يعني تجد امبراطوريه تعادل الحوزه من الشيخ الطوسي الى يومنا هذا. وحق ها؟ لا لا الامر اليك، تبقى تمن تبقى تمن، بس اذني تنتج بعد لو ما تنتج، تنتج لو ما تنتج عزيزي. فالمرجعية في العالم الإسلامي تكون إلى كله لهؤلاء. بلي هذا ما اقرأه، يعني عندما هذا الموسوعات تروح إلى المؤسسات وإلى المكتبات العالمية، بعد يريد يأخذ الرؤية، يأخذها ضمن رؤية مدرسة أهل البيت، لو ضمن هذه الرؤية مولانا ما تتوقع بعد أنه يراجعك إليك، حتى يجي القوم يدرس يمك 5 سنوات حتى يفتهم من نظري، يكون بيني وبين الله تنزل الدراسة مالتك أنا أقرأها لو ما أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب شنو؟ ولهم أعين لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان شنو؟ لا يسمعون بها. من هم؟ هذول من؟ الذين عطلوا عقولهم، عطلوا فكرهم، عطلوا تفكيرهم، عطلوا لماذا؟ عندما يقال له أبو تسأل لماذا؟ لماذا؟ من أين جئت بهذا؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، مو أنعام، أضل من الأنعام. إلهي هسه أنت هل قد بتعبيرنا شتمت هؤلاء وسببتهم، قلت أنعام وبهائم، هسه لماذا تقول أضل جنو من البهائم؟ يقول مها مو الأنعام أنا ما أعطيتها قدرة على التفكر، وطبيعي يكون أنعام، أما أنا أعطيت نعمة شنو؟ أعطيتك نعمة الفكر والعقل والتعقل والتدبر وإلى غير ذلك، فلم تستعمل ما أعطيتك من النعمة، فأنت شكرتني أو كفرت بي. أقرأ لك العبارة، الآية الثانية لأن الوقت يضيق. الآية الثانية، الآية 44 من سورة الفرقان، 44 من سورة الفرقان، التفتوا لي جيدا أعزائي. قال تعالى إن أكثرهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني يعقلون أو لا يعقلون، لماذا؟ لعطلوا عقولهم، إن هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. تعالوا إلى الآية 73 من سورة الفرقان، عجيبة اللي بالأمس قرأناها للأعزة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، هذول من صفات عباد الرحمن، يقولون التفت بآية لم يخروا عليها صما وعميانا. من صفات عباد الرحمن أن يكون أصم وأعمى، يعني مقلد لا يشغل فكره أو لابد أن يفكر. ولذا تجد الإمام سلام الله عليه، اللي أختم حديثي به هذا الكلام أعزائي من الإمام السجاد في الصحيفة السجادية، هو مهمة، الله من أنطاك نعمة العقل، شكر نعمة العقل بماذا؟ بالتفكر. والشكر نعمة اليد بماذا؟ بعد في رسالة حقوق الإنسان، في رسالة الحقوق للإمام السجاد، بعد بين الإمام قال ما هو شكر نعمة العقل، شكر نعمة القلب، شكر نعمة البصر، شكر نعمة الأذن.